كلنا كنسمعوا الترويض الطبي، وشحال من واحد فينا عطاه الطبيب المعالج ديالو يدير حصص ديال الترويض الطبي، ولكن شحال من واحد فينا مع الاسف دار بتشخيص الطبيب ومشى قام حصص الترويض اللي عطاه. لهذا اجيو كلنا في هذا الفيديو نتعرفوا على الترويض الطبي على بركة الله. الترويض الطبي هو تخصص علاجي يدوي بالدرجة الاولى، كيقوم على مجموعة من الحركات وكيساعد على تأهيل وظائف الجسم والخلايا وإعادتها للحالة الطبيعية ديالها. وهذا العلاج بالترويض الطبي كيكون من بعد تشخيص الطبيب اللي كيعالج المريض، ومن بعد أيضا الفحص الخاص للمروض الطبي. إذا ماشي عشوائي كيف كيعتقد البعض، وماشي تدليك ومساج للاسترخاء أيضا. ملي عرفنا شنو هو الترويض الطبي، اجيو معايا دابا نعرفوا ابرز الخصائص ديال هذا الترويض وفاش غادي يعاوننا. اولا ازاله الالم اللي كيكون في المريض، ثانيا تقويه القدرات الحركيه للمفاصل، ثالثا تقويه العضلات باش تقوم بالوظيفه ديالها بشكل طبيعي. دابا كل واحد فيكم مع راسو كيسول هذا الترويض الطبي لش من امراض غادي ينفعنا. غادي نجاوبكم على هذا السؤال. هذا العلاج بالترويض ما غينفعناش غير في مرض او جوج، كيساهم الترويض الطبي في معالجة بزاف ديال الامراض. بلاتي خدم الاله الحاسبه وحسب معايا، ملي كنتعرضوا لكسر او انزلاق مفصلي وبعد عمليه جراحيه للعظام والمفاصل اللي كتاثر بعدم الحركه، ودور الترويض هنا في هذه الحاله هو استعاده اللياقه والقدره على الحركه بشكل طبيعي. وبعض الوعكات كتحتاج في علاجها للترويض الطبي فقط، لا ما نحتاجو لا تدخل جراحي ولا قبس. امراض المفاصل كالروماتيزم واحتكاك الغضاريف، حيث يمكن للترويض الطبي تخفيف الالم وتقويه العضلات اللي تقوم بوظيفتها بشكل طبيعي. امراض الجهاز العصبي كالشلل، شلل نصفي او الكلي، او بعد كسر في العمود الفقري في حال اللي كيوقعنا في حوادث السير او السقوط من اماكن مرتفعه. بعض التوعكات اللي كتحصلنا في العمود الفقري والعنق والركبتين اللي كينتج على اسلوب الحياه المعاصره، حال مثلا الاعتماد على السياره للتنقل، او الجلوس امام شاشه الحاسوب لمده طويله، او الجلوس او الوقوف لمده طويله. والترويض الطبي هنا كيساعد على الوقايه من الانعكاسات السلبيه لهذه السلوكات. بعض امراض العمود الفقري كالاحتكاك او انزلاق الغضروفي اللي كيسبب نفسياتيك مثلا، حيث يمكننا الترويض الطبي من تفادي التدخل الجراحي في عده حالات. ترويض الجهاز التنفسي عند الاطفال او البالغين في حاله التهاب الشعب الرئويه او الاصابه بالربو او جميع انواع الجراحات الرئويه. وعندنا كذلك ترويض الاطفال ملي كيعانيو من مشاكل صحيه من بعد الولاده، كشلل مثلا في اليد بسبب الوضعيه غير الطبيعيه للوضع، او يكون تشوه في القدمين او عوجاج في العمود الفقري. نزيد لكم ولا بركه عليكم، نزيد لكم شويه مازال. الترويض الطبي يا سيدنا كيصلاح حسن المراه من بعد الولاده، واللي كيهدف لاستجماع عضلات البطن والرحم، وخاصه للنساء اللي كيوضعوا عده اطفال، ولا النساء اللي كيعانيوا من اختلالات بوليه. وعندنا الترويض الطبي للجهاز الهضمي، والترويض الطبي لأمراض القلب والشرايين، والترويض الطبي للعجزة، وزيد وزيد. إذا الآن عرفنا فائدة وقيمة الترويض الطبي في حياتنا، وما خصناش نترددوا في الذهاب عند المروض الطبي، والله يشافي الجميع. كان معكم صهيب فواسي أخصائي الترويض الطبي العلاج الفيزيائي والعلاج اليدوي من مدينة تطوان.